وكنشكروا السلطات المحليه اللي قايمه بالواجب ديالها باحسن ما يرام، يعني كيحافظوا على السلامه الصحيه وكيدوروا على المطاعم وكيشوفوا الاكل اللي كيتقدم للزبناء كي داير، واش مزيان واش، والحاجه اللي اي شي حد ارتكب شي مخالفه راه كيعاقبوه العقاب ديالهم. والحمد لله تزامنا ديال العطله مع العطله العيد كان الاقبال مزيان، كان المحلات عامرين والناس يعني كاع الناس جابوا ولادهم وخرجوا في هذه العطله هذه. بخصوصا حنا هنا عندنا لي جازونس في مراكش كيجيبوا الاجانب عندنا خصيصا كياكلوا عندنا هنايا، يعني عارفين بان الثقه ديال المحل راه كاينه، وإلا كانت شي حاجه راه هما كيريكلاميو لينا بانه راه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، وكنحاولوا نعالجوا المسائل ديالنا. ايام اللي كيكون فيها الزبناء اكثر يعني من شهر 7 و8، 9 ثاني كيبدا الدخول المدرسي راه كتكون القضيه، كيكونوا ثاني هي السياحه الخارجيه هي اثر فينا بزاف، ماشي غير راه حنا تقريبا سدينا المحل تقريبا شي 10 ايام ما حليناش، يعني كاينين ناس شويه ولكن مع الزنزال يعني ما بغيناش نحلوا شي يخدموا شي مضرور راه ما جاتش، يعني سدينا شي 10 ايام تقريبا حتى قالوا لنا السلطات حلوا المحلات، عاد حلينا المحلات. نقص الرواج شويه، الاكثريه تنقص، يعني الناس دوك الناس اللي بعاد بزاف اكثريه فيهم ما بقاوش كيجيو، يعني كيجيو الناس اللي قراب شويه هنايا. عندهم تخوف. اي عندهم تخوف من الزلزال، ولكن داكشي ديال الله، داكشي اللي كتب الله راه غادي يكون، واخا فين ما كنتي فين ما كنتي راه غادي يكون سميتو. حنا كنديروا اثمنه مناسبه، واخا حنا كنتضروا في الثمن حيت السلعه غاليه، السلعه ماشي حنا اللي مغلينا، غاليه من بلاصتها، اللحم غالي في بلاصتو، ولكن حنا كنحاولوا نواكبوا التسعيره مع الصائر ديالنا. لا دابا العطله الصيفيه راه تيكون الناس بزاف، تتكون الناس داخليه وتتكون الخارجيه، والحمد لله راه القضيه بخير الحمد لله، وتقريبا كاينه 1000 كاينه 1200، حنا عندنا في الريستوران هنايا راه الناس بزاف، راه تنجريو حنا 11 سرباي تنجريو من 10 حتى 9 الليل اخويا وقت الصيف. مرحبا. لا المطعم المغربي، المطعم المغربي هو كلشي، كاين فيه الطاجين، كاين فيه كسكسو بالدجاج، وكاين كسكسو باللحم، وكاين اللحم بالبرقوق، وكاين الشوا، كاين الكوتليت والحاجه ديال البلاد، ماشي حاجه ديال البلاد. مرحبا. اكثر الطاجين، الطاجين والكسكس، كسكس بالخضاري وكلشي وباللحم ديال المعز. لا العالم اخويا كلشي تيجي لهنا، تجي الامريكان، تجي فرنسا، الانجليز، روسيا، كاع العالم كلشي. وهذا المطعم هذا راه تغداو عندنا النجوم ديال الكره، رانا بحال كارفاخال، بحال اسينسيو، بحال شمايكل الحارس ديال الدنمارك، بحال المختاري، السفري، الكعبي. نبداو من 8 تنبداو، تيكون الفطور المسمن، تيكون البطبوط، تتكون زبده بلديه، هذاك الشيء بلدي. وتنبداو الغداء، وتيكون ثاني العشيه الكوتي الكاسكروت، تيكون الخبز ديال العواد ديال الفران، تيكون اتاي بالعشوب، تيكون العسل، كلشي تيكون عام اسيدي. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.